أخبار اليوم. في أكتوبر 2014 بعد 41 سنة امتزج عرق كل المسلمين وأنا منهم مع أخويا المهندس صفوت المسيحي، امتزج عرقنا مع بعض عشان نفتح ثغرة في خط بارليف في نفس المكان ونعمل قناة اتصال عشان تربط ما بين القناة القديمة والقناة الجديدة عشان ندخل منها الكركات. فهو ده الشعب المصري، هو ده الشعب المصري بمسلمينه بمسيحيينه بكل طوائفه من الجغرافية والدينية. بنقول أنا بقول لكل جنودي وكل مهندسيني وكل شركاتي اللي بتشتغل دلوقتي سواء بكامل قوتها، ده حقيقة، أنا بس أعطيهم أجازة غصب عنهم خمس ساعات يصلوا ويفطروا ويبدأوا شغل ثاني من الساعة 10، أو حتى الشركات اللي شغالة بنسبة أو كتائب الطرق اللي شغالة بكامل قوتها اللي رفضوا إن هم يروحوا لأهاليهم، أنا بشكرهم كلهم وزي ما بشكركم، وفعلا أنا يعني من كل قلبي بحييهم لأن ده الفضل ليهم مش ليا ولا لأي حد، الفضل لربنا وللناس دي اللي إن شاء الله هتقدم مشروعها لبلدها خلال سنة إن شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، شكرا.